ولمناقشة ارتفاع معدلات الفقر والتضخم في العراق وتحول المجتمع للطبقتين، واحدة مستفيدة من السلطة تعيش ثراء فاحشا وجراء الفساد وأخرى تعيش في فقر مدقع، معنا من ستوكهولم السيد عبد الكريم صباح الكاتب السياسي. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. أهلا فيك أستاذ عبد الكريم. وزارة التخطيط تقول إن نسبة الفقر بعد ارتفاع الأسعار الحالية وصلت إلى 27%. كيف تقرأ هذه الزيادة الحالية الجديدة في العراق، لا سيما مع تداعيات جائحة كورونا؟ أخي العزيز، بالبداية السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم مشاهديك الكرام. يعد العراق من الدول اللي توصف بلد تناقضات، فبالرغم من وصفه بلد الذهب الأسود اللي يمتلك ثالث أكبر احتياطي نفطي بالعالم، وبلد غني جدا بثرواته البشرية الهائلة وإمكانياته الطبيعية المتنوعة من اتساع الأراضي الخصبة وتوفر مياه العذبة فضلا عن الثروات المعدنية المتعددة والغاز الطبيعي من ضمنها، إلا أنه بلد يعتمد على السياسة الاقتصادية الفوضوية حيث انتشر فيه الفقر الآن بمستويات عالية، مثل ما تفضلت وقلت أنه النسبة واصلة لحد 27 حسب تصريح وزارة التخطيط. لكن نظرا لسوء التخطيط اللي مر به العراق منذ 18 عام وحتى الآن، وعدم وجود إرادة سياسية واقعية بتغيير حال البلد، مما أدى إلى انتشار هذا الفساد المالي والإداري والسياسي بأغلب وزارات الحكومة العراقية المتعاقبة ما بعد الاحتلال، وإدار أكثر من 500 مليار دولار من ميزانيات تلك الحكومات. نعم. فمثل ما نعرف احتل العراق المرتبة 12 في قائمة منظمة الشفافية الدولية، وانضم على لائحة أكثر البلدان فسادا بالعالم. نعم. وعلى أثر ذلك كله وبالنظر من حق يعني في موضوع الفساد، في موضوع الفساد هناك سؤال يتعلق بهذه النقطة. أولا قبل أن ندخل إلى السؤال التالي في موضوع الفساد، يعني هذه من المفارقات الغريبة التي يعني يتابعها المتابعون للشأن العراقي، أن الوزارات ومنها وزارة التخطيط على سبيل المثال وغيرها من الوزارات هي التي تقول أن نسبة الفقر ونسبة الكذا وصلت إلى هذه الأرقام الكبيرة. وهذا يطرح سؤال مهم للغاية، سؤال حول الطبقة السياسية الحاكمة في العراق وكيف ساهم فسادها في وصول الأرقام إلى هذا المستوى، سواء ما يتعلق بالفقر أو مستوى الفساد أو غيرها. أخي، فساد الطبقة الموجودة والحاكمة بالعراق تعدى كل المقاييس والوصف. فأبسط مثال هو من حق المواطن العراقي البسيط اللي بثروة بلده واللي يضمن له الدستور حقه كما بالمادة 111، واللي تقول أنه نفط الشعب هو ملك للشعب العراقي. بالرغم من ذلك كله يعني حرم أيضا المواطن العراقي من ميزة الاكتفاء الذاتي وإثبات كل ذلك ما أعلنت به وزارة التخطيط العراقية، مثل ما تفضلت على لسان ناطقها عبد الزهرة الهنداوي وبتقاريرها الأخيرة اللي صرحت انه انخفضت النسبه من 32% الى 27 هذا العام، فهذا يعني ان شخص من بين كل 4 اشخاص هو تحت خط الفقر في العراق. لكن الحقيقه تثبت عكس ذلك، فنسبه الفقر الان اصبحت فوق ال 40% لو تجي للواقع الموجود في الشارع العراقي. نعم. يعني ما يقارب ال 16 مليون هم تحت خط الفقر. نعم. يتراوح مدخول عوائلهم اقل من 400 دولار شهريا. فقياس مؤشرات الفقر يعتمد على أبعاد متعددة، من بينها الصحة والسكن والتعليم والدخل والحاجة إلى الغذاء. بالرغم من تحذيرات برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الفاو للحكومة العراقية التي فقدت ببرامج الحكومة العراقية التي خرقت العديد من البرامج المتفق عليها من المنظمات مع المنظمات في إيجاد الحل، ومنها اتفاقية البنك الدولي الذي ضغط على العراق من أجل وجوب تغيير سياسته الاقتصادية. طيب إلى 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 أي مدى تتحمل الحكومة الحالية مسؤولية هذه المشكلة، لا سيما بعد خفض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار؟ أخي، تتحمل الحكومة العراقية كل ما يجري الآن في الشارع العراقي، نظرا لوجود استراتيجيات اقتصادية متبعة من قبل الحكومة العراقية لكنها لم تنفذ على أرض الواقع، ووجود الفساد المستشري من قبل الأحزاب السياسية المتمثلة بنشر المكاتب الاقتصادية التابعة لها وسوء إدارة الموارد الاقتصادية والاستعانة بناس غير ذوي الاختصاص وغير كفؤين وتعيينهم بمناصب
لا يستحقونها، وجهلهم بواقع الاقتصاد العراقي من خلال صفقات سياسية متبعة وعدم التخطيط المتقن، بالإضافة للواقع الأمني المفروض في الداخل العراقي وغمار الحرب مع داعش ومرافقها من انتشار الميليشيات المنفلتة، والقيام بتهريب الثروة الوطنية من النفط ومشتقاته وغيره من الموارد، واستغلال هذه الميليشيات لمداخل البلاد وممرات الحدودية الرسمية نعم. وغير الرسمية حتى، أدى ذلك طيب إلى طيب وجود شلل فيما اقتصادي يتعلق كامل. بإجراء إصلاح اقتصادي كما وعدت الحكومة منذ نحو عام مضى، هل نعم، ما زال ممكنا أن تقوم الحكومة بإجراء إصلاح اقتصادي؟ لا لا، يعني حاليا لا يمكن، لان نظرا للوضع النكبه الاقتصاديه اللي يمر بها العراق حاليا وارتفاع سعر الدولار، زين، هاي الاسباب كلها تؤدي الى عدم مصداقيه الحكومه مع ابناء شعبها. نعم، عدم مصداقية، وهذا يحيلنا للسؤال عن الشارع العراقي والشعب العراقي الذي لم يعد مقتنعا بأداء هذه الطبقة السياسية التي تخطط للبقاء 4 سنوات أخرى في السلطة وحكم البلاد من خلال عقد الانتخابات المقبلة. ما تأثير كل ذلك على الشارع العراقي، وكيف يمكن أن يتعامل معه هذا الشارع؟ تعامل الشارع العراقي، أتوقع سابقا عندنا تجربة، وهو أنه من سوء الواقع المعيشي اللي موجود بالشارع العراقي أدى إلى ظهور ثورة تشرين المباركة اللي قمعت حكومة عادل عبد المهدي، وأدت إلى إرباك العملية السياسية الموجودة الحالية بالعراق. نعم، وبالتالي يمكن أن تدفع كل هذه الظروف إلى حراك شعبي مرة أخرى؟ نعم، احتمال كبير قوي جدا، وخاصة بعد احتمال ارتفاع سعر الصرف الدولار، فكل حراك شعبي هو نتيجة تدني الخدمات الصحية والمعيشية والتعليمية بالبلد. شكرا لك الأستاذ عبد الكريم صباح الكاتب السياسي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من ستوكهولم.